لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. نتمنى المشاهدين يلتحقوا بنا. لا حول ولا قوة. هذا الفيزان ياه، هذا هو الفاز. يعني المشاهدين الكرام، اسمح لي المشاهدين الكرام، متتبعي قناه شوف تي في، شنقول لكم هذا الشيء خطير جدا، ما الت الى الاوضاع، يعني ما حق الجار على جارو، حتى واحد ما بقى يعني خوتي مغاربه، حتى واحد ما بقى يحترم الجوره وتحترم داك الشيء الثقافه والاعراف ديالنا كمغاربه. الرسول عليه الصلاه والسلام راه وصى على السبع جار، ما حسك على انه واحد يعني ساكن معاك وساكن، يعني للاسف ما قالت الى الاوضاع شي ولا كيضر في الخاطر، ما قالت الى الاوضاع يعني داخل المجتمعات ديالنا راه هذا الشيء ولا كيضر في الخاطر. نتاكدوا من الصوت، ما قالت الى الاوضاع يعني بكل امانه مباشره معكم من مدينه تمسنا، جينا هنايا لقينا الروينه سانديك كان غادي تدهس في هذا المكان. انا غادي نوريكم دابا شويه، شخص بطريقه ديال ولاد الفشوش بغى يضربو بالطوموبيله ديالو. السبب بسيط، هو ان على حد ما قال لنا، على حد التصريح ديال السنديك ديال هذه العماره، على انه ما بغاش ينضابط ولا يحترم السكان. هرس الفيزان على حد ما قالوا لي هذاك الشيء صعيب، وصعيب بزاف. خويا قدمنا راسك وشنو نقول؟ شكرا روز عمر، سنديك ديال المجموعه واحد القصبه الغربيه تمسنا. منذ اننا قمنا بالاجراءات القانونيه ودرنا جمع عام لتاسيس سنديك هنا بالاقامه طبقا للقوانين والقرارات اللي جاري بها العمل، بدينا في الاشتغال. نتفاجأ بان واحد السيد والزوجه ديالو يقومون بما لا يمكن بما لا يقبله العقل، يرفضون النظام الاساسي ديال السنديك، بحيث انهم الممر ديال الراجلين كيحولوه الى موقف السيارات ديالهم وديال الضيوف ديالهم، اللي العدد ديالهم احيانا يكون غير 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 محدود. المجال الاخضر كيتم الدوس عليه بالسيارات، الفيزان اكثر من 20 فاز ديال الحجم الكبير اللي تم التكسير ديالهم، الاب والاقفال ديال الباب ديال الاقامه تم التكسير ديالها حتى هي، حنا يمكن نوصلوا لها ويشوفوها المشاهدين الكرام. الاعلانات اللي ممكن كنعلقوها في وسط الاقامه للسكان، التواصل مع السكان باعتبارنا سانديك قانوني كيتم التمزيق ديالها، وصل بهم الامر الى ان واحد تعرض واحد النهار المحاولات قتل. الامور كثيره جدا، نحاول دائما جاهدين حتى البقايا ديال الفيزان اللي حتى هما اللي تهرسوا واحد الوقت، واحد منهم هذا، لان هنا كانوا اربعه ديال الفيزان، ها واحد منهم اللي تهرسوا هنا. تهجم على المنزل ديالي، وضعت مجموعه ديال 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 الشكايات عند السيد الباشا اللي تحال على التقاعد، وضعت شكايات عند السيد وكيل الملك، كيجيو عند الشرطه ما كيتمش الاستماع للشهود، بالرغم من ان الشكايات فيهم شهود بالعناوين ديالهم معروفين الى غير ذلك. لم نعد نفهم ماذا يجري في هذه الاقامه اللي هي جميله جدا. كنحاولوا جاهدين اننا نديروا بالاموال ديال الناس، نصلحوا ونقدموا اللي قدرنا عليه واللي ما قدرناش عليه، ولكن نتفاجأ دائما باننا ولوج السيارات لهذا الممر الراجلين، بالرغم من ان النظام الاساسي ديال السنديك في الفصل ديالو العاشر كيقول لا يجوز استعمال الممرات والمسالك الا للراجلين فقط، علما ان هذا النظام الاساسي درناه بشراكه مع شركه العمران، موضوعا السلطات الى غير ذلك. الان لم نعد نفهم
شنو ممكن نديروا اكثر من اننا وضعنا مجموعه ديال الشكايات عند الشرطه، حتى الشرطه انهم كيتماطلوا انهم يقوموا بالاجراءات ديالهم ويحيلوا الابحاث ديالهم على 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 على, على, على المحكمه، الا من بعد ما درت شكايه اخرى حول مآل الشكايات ديالي ووجهتها لرئاسه النيابه العامه، عاد تم تحريك هذه الشكايات ولا اعلم شنو 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 شنو, شنو فيها ولا شنو المحتوى ديالها ولا شنو كتضمن. ما عرفتش من صراحه عجزنا اننا درنا جميع الاجراءات القانونيه، كتبنا الشكايات للسيد وكيل الملك، تعرضنا للتهديد، كيكونوا شهود ما كيقدروش، البعض منهم ما كيقدرش انه يمشي يشهد لانه تحت التهديد. الى كيهدونا كيقول لك انهم هما نافذين، حتى فاش كنخرج كنبغي نعيط للشرطه كيقول لك سير عيط لهم، يعني اننا حنا رحنا فوق القانون، فوق جميع السلطات، السلطه الامنيه، السلطه القضائيه، الان مشينا لجئنا للسلطه الرابعه كما الله عسل، ان هذا الامر اصبح يتجاوزني واصبحت حتى انا امام الساكنه مهدد في حياتي، وبالتالي خصني ان الراي العام يعرف بان هذا الحقائق. ونزيد نكمل، نوصلكم تشوفوا الابواب كي كيدير، كي دار هرس الاقفال ديال الباب ديال الاقامه، وكل ما كيتم ما كنتم موضع شكايه كيجلس يومين ويدير عمل اخر باش نبان اننا حنا العمل اللي كنديروه حنا هو عمل فقط نستهدفه، او لا اعلم شنو باغي يصنع هذا السيد هو والسيده ديالو. حتى الشهود كيتم الضغط عليهم باش انهم ما يشهدوش، ما يقدموش الشهادات ديالهم. وهالباب ديال الاقامه اللي هو جميل وجميل جدا ودار بفلوس ديال الساكنه، شو الاقفال ديالو كيتم التخريب ديالهم من طرف هذا السيد هذا اللي هو يدعي النفوذ. هذا قفل تم التخريب ديالو. هنا كانوا عدد من هذوك الفيزان الكبارين ديال الحجم، كلهم تم الدوس عليهم بالسياره ديالو، كل ساعه كيدوس على واحد. العدد ديال الفيزان يمكن يتجاوز 20، العدد ديال الفيزان كيتجاوز 20 فاز، كل واحد الثمن ديالو بلا الصباغه ديالو، بلا الملء ديالو، بلا التشجير ديالو، الثمن ديالو بوحدو كيطيح ب 70 درهم من عند البائع ديال الفيزان، كيبيعهم لنا بلا صباغه بلا الى غير ذلك. والقفل الثاني ها هو كيف تم التخريب ديالو كذلك، حتى هذا كان قفل جميل، الثمن ديالهم هاد الاقفال كل واحد الثمن ديالو 500 درهم، كيتم التخريب ديالهم، كيتم لعبت بهاد الاقامه اللي حنا نحاول جاهدين اننا نحافظوا عليها، نحاولوا اننا نجعلوا منها اقامه نموذجيه الناس تنعم فيها بالامن والهدوء والطمانينه والسلام، ولكن هذا السيد هو والزوجه ديالو لا يتوالون انهم يوقفوا الممارسات ديالهم والسلوكات ديالهم، بحيث فعلا ماشي غير الحقره، فعلا كتهدد بالقتل في دارك، كيتهجموا لك على دارك، الشهود ما كيقدروش يشهدوا، كتوضع شكايات فيها شهود ما كيتمش الاستماع للشهود، كيتم التماطل البقاء هذه الشكايات عند باش نكونوا واضحين، حتى واحد ما فوق القانون، حنا في دوله مؤسسات، دوله المواطنين امام السلطه القضائيه عند الامن كاملين كاسنان المشط، فهاد العقليه ديال النفوذ كذا راه متجاوزه وتجاوزتها بلادنا. لا، هادو مازال يؤمنون بهذيك العقليه، مازال يؤمنون بالعقليه ديال انهم فوق القانون وبان لا احد يستطيع انه يوقف السلوكات ديالهم والممارسات ديالهم. انا عندي كاميرات مسجلين ولوج السياره ديالهم يوميا وليلا، كيزعجنا في بلاصه واحده اخرى، في بلاصه من هي كتجي السياره وكتدخل وكتولج وكتصدعنا ليلا نهارا، وكتعرف بان هدا في الوقت فاش سلمنا من عند العمران قالت لنا هاد لي بافي موضوعين غير على التراب، راه موضوعين غير على التراب، ومن تحت كاين الماء والضوء والتليفون، يعني الضغط عليهم ممكن غدا تكون هاد الاقامه مهدده البنيه ديالها التحتيه للدمار.
ورغم اننا كنتواصلوا مع هاد الناس وسنحاولنا معهم نتواصلوا معهم جاهدين، حاولنا نتواصلوا عن طريق السلطات، كتبنا للسيد الباشا السابق استمع لهم، ولكن يتوقفون يوما ويعيدون الكرة عشرات المرات. ومنين كنخرجوا باش نتصلوا بالشرطه كيقول لك سير عيط للشرطه، عيط لهم. شوف كمان شنو الرسالة ديالي؟ الرسالة ديالي لجميع المسؤولين انهم يستجبوا للنداء ديالنا، ان المواطنين والمواطنات يتفادوا هاد السلوكات الغير المقبولة، لانها تهدد الامن والاستقرار وتهدد الحياة ديال الاشخاص، وخاصة وحماية القانون، وخاصة في الوقت اللي كيتم سنديك منتخب قانونيا تهديده في حياته، تهديده في حق من حقوق الإنسان اللي هو الحق في الحياة، وتم تهديدي بالقتل بحيث تعرضت لمحاولة اغتيال بحضور شخصين اللي هما سي محمد الشرقي واللي هما صديق آخر اللي هو سي عبد الرحيم الطاهري بالسيارة، واتصلنا بالشرطة ومشينا عند الشرطة ولا شيء تم القيام به، ولا شيء تم القيام به. علاش كيدير هذا السلوك؟ تفضل مع خوتي المغاربه، علاش كيدير هذا السلوك؟ هذا السلوك العدواني لا اعرف انا السبب ديالو، لا اعرف السبب ديالو. واش انا كسانديك كندخل السياره ديالي في الاقامه في هذه الاقامه؟ ابدا. اتحدى اي واحد يثبت انني يوما ما وجدت السياره ديالي موضوعه في ممر الراجلين. واش يوما ما دخل السياره ديالي انا لهذا الاقامه لهذا الممر الراجلين اللي هو خاص بالراجلين؟ واش انا هذه كلها ممارسات تنم على عقليه قديمه، على عقليه يقف وراءها ما يقف؟ لان دائما كنوضع انا هذه علامه استفهام، لانه يستحيل انه ما يتمش الاستماع لهذ الناس بالرغم من العدد ديال الشكايات. ما يمكنش، ينبغي ان يتم الاستماع، ينبغي فتح تحقيق نزيه، يجيو يسولوا غير يتواصلوا غير مع الناس ديال رجال الحراسه الامنيه لا الليليه ولا النهاريه، ويعرفوا الحقائق ديال ولوج سياره في ممر الراجلين، تهجم على المنزل ديالي، السب ديالي مرارا. كنجي دايز هذه المجموعه واحد القصبه الغربيه تامسنا. هذه إقامة القصبة الغربية تامسنا أنا هو السنديك داد الإقامة. فعلا لم أعد أطيق السلوك ديال هاد الناس، بالرغم من تحملنا التهديد، تحملنا محاولة قتل، تحملنا إلى غير ذلك. الآن ما العمل؟ العمل الآن عند المسؤولين، يفتحوا تحقيق لمعرفة الحقائق. حنا ما كنطلبوا والو، كنطلبوا انهم يفتحوا تحقيق نزيه وشفاف وديمقراطي، ويوضعوا كل واحد في الحدود ديالو طبقا للقانون وطبقا للنظام الاساسي ديال السنديك اللي صوتوا عليه الساكنة، وما يخرب لناش الممتلكات ديال الإقامة، ما يخرب لناش لي فاز، أكثر من 20 فاز اللي خرب لنا، الأقفال ديال الباب ديال الإقامة، الولوج الإقامة من ممر آخر اللي هو غير ماشي ديال الراجلين، إحداث الضجيج ليلة نهار بالسيارة، وفي وقت ما كان كيغسل حتى السياره ديالو في الباب ديال العبارات في داخل الاقامه فوق ممر الراجلين، كيترك لنا النفايات الى غير ذلك. يعني هذا الشيء هذا لم يعد يطاق. الا كانوا الناس عندهم راي اخر، الا كانت المسؤولين عندهم راي اخر، ان يشريوا مني داري، انا مستعد نتنازل عليها بالثمن باش شريتها، بالرغم من الاصلاحات اللي درتها فيها. انا كسانديك مستعد نبيع الدار ديالي بالثمن باش شريتها من عند الشركه ديال العمران، ياخذوها من عندي ونخوي هذه الاقامه اذا كان الامر سيظل كما هو عليه بطغيان وجبروت هاد الناس هادو. رسالتي لهم هو يعطيوني اتساع الإقامة، يحترموا النظام الأساسي ديال السنديك، يؤدي واجبات ديالهم ديال السنديك، ما يخربوا لناش الإقامة،
ما يخربوناش الاقامه ويتحلاو بالسلوك المدني، يتحلاو بالسلوك المدني. لا نطلب منهم شيئا، نطلب منهم التحلي بالسلوك المدني المتعارف عليه في الاقامات السكنيه المشتركه اللي عندها طبيعة الملكيه المشتركه وفقط. ما كنطلبوا منهم والو، او يشريوا مني داري، يشريوا مني داري نخوي لهم انا هاد الاقامه، لان هاد الناس هادو الحياه معهم اصبحت جحيم. لا يطاق. ودائما كنوضع علامه استفهام، من يقف وراء هاد الناس؟ هذا سؤال عندي كنقلب له على جواب مع المستمعين والمستمعات، وكذلك مع السلطات كنوجه لهم هذا النداء انهم يلقوا لي من يقف وراء هؤلاء الناس، ومن يعطيهم هذا الطغيان، ومن يمكنهم من هذا الجبروت انهم يطغوا علينا، بالرغم من اننا كنوضعوا الشكايات ولا يتم الاستجابه لها. طبعا والقضيه في المحكمه، ولكن كنشوف كاين هناك بطء في المساطير في التعامل معايا. قلت لك بقات الشكايه عند الشرطه القضائيه مده طويله، حتى ما بقيتش كنعرف المآل ديالها. رجعت كتبت مآل الشكايات ديالي، وجهتها شكايه لرئاسه النيابه العامه، ورئاسه النيابه العامه حالتها على المحكمه الابتدائيه ديال تماره. ومن بعد عاد تواصلت مع المسؤول الامني في الدائره الامنيه الامن، وبدا كيعطيني بعض المبررات اللي هي انا بالنسبه لي غير مقنعه نهائيا، مبررات غير مقنعه، ديال انك تحافظ تخلي لي الملف ديالي 8 شهور ولا اكثر من بدايه 2023 حتى ما يتم الاحاله ديالو حتى لبدايه 2024، بالرغم من الجرم، بالرغم من الافعال التخريبيه اللي تمت في الاقامه. واش هذه الافعال التخريبيه لا تقتضي تدخلا عاجلا؟ واش هذه العمليات التخريبيه لا تقتضي اننا نوضع حد لهذه الممارسات ولهذه السلوكات؟ على الاقل اننا نشجعوا الناس يجيو يسكنوا في هذه المدينه، ويجيو يقيموا في هذه المدينه، على عكس اننا هذه السلوكات هذه كتجعل الناس انهم ينفروا او يستثمروا هنا بهذه المدينه الفاتيه اللي هي في طريق تشكل. نطالب من المسؤولين انهم يعاونونا، انهم يتعاونوا معنا، انهم يتضامنوا معنا، انهم يطبقوا معنا القانون وفقط. ما كنطلبوش منهم حنا شيء خير خارج القانون، ما كان لا نطلبوا منهم انهم يكونوا داعمين لنا ان كنا على خطا او على ضلاله، بل على العكس من ذلك، نطالبهم ان يتدخلوا ويضعوا الامور في نصابها طبقا للقانون جاري به العمل في البلاد ديالنا، اللي احنا ما عندنا حتى مشكل ان القانون كما من المفروض يحميني كيحمي حتى هؤلاء المخربين اذا كانوا مظلومين. والقانون يحمي الجميع وفوق الجميع، وينبغي ان يسري على الجميع. كلمه اخيره. شكرا لشوف تيفي.